لكن هنا السؤال للدكتور جمال وكل الأسئلة مشروعة. السؤال اللي طرحه الأخ صفوت بيقول ليه الدول العربية ما تقطعش علاقتها بإسرائيل كوسيلة من وسائل الضغط؟ هل ده متاح؟ هل الاتفاقيات اللي احنا موقعينها أو الدول العربية اللي لها علاقات متاح ليها بجرة قلم إنها تقطع علاقتها في العرف وفي القانون الدولي؟ هو طبعا موضوع إقامة العلاقات أو إنهاء العلاقات ده شيء من صميم السيادة الداخلية، لكن في الوقت الحالي يعني نحن لا يحكمنا فقط قواعد القانون الدولي، تحكمنا قواعد المصلحة وقواعد ومنهاج القوة. فبالتالي يعني إذا تحدثنا عن أحقية أي دولة في قطع أو سحب السفير، من شأن أي دولة من حقها أن تسحب أو تنهي العلاقات الدبلوماسية. لكن يجب هنا أن نفرق بين حالتين من الدول العربية، دول يعني يمكن تسميتها بدول المحور، ودول يمكن تسميتها بدول الهامش او دول يعني او بدول المركز ودول التخوم. يعني دول المحور هي الدول المعنية بشأن الصراع العربي الإسرائيلي. يعني اذا تحدثنا عن مصر، اذا تحدثنا عن سوريا، اذا تحدثنا عن الأردن، هي دول التي كان يطلق عليها في السابق دول المواجهة، اما الان فهذا المصطلح تم تعديله او تدليعه وسمي دول يعني الجوار، وبعد كده سمي دول الطوق، يعني مره بعد الى ان وصلنا الان الى مصطلح دول الجوار. فبالتالي يعني قد يكون من المصلحه في وقت الحال الحفاظ على شيء ما من قنوات الاتصال بين الدول المعنيه باداره الصراع العربي الاسرائيلي وبين الكيان او الطرف الاسرائيلي. وبالتالي يعني احنا يجب برضك ايضا ان نفرق بين حالتين. يعني حالة اذا كنا نتحدث عن ادارة صراع، يعني في البداية يجب ان نؤكد ويجب ان مصر لم تخرج من دائرة الصراع العربي الاسرائيلي برغم وجود اتفاق سلام وبرغم وجود، لكن يعني يجب ان لا نحصر مسألة الصراع في الحرب. يعني بالفعل ليس هناك حالة حرب بين مصر، هناك حالة يمكن ان نطلق عليها سلام بارد او حالة هدنة او حالة حرب باردة، سميها كما تشاء، لكن حقيقة الأمر أن مصر لم تخرج من دائرة الصراع العربي الإسرائيلي. مصر تدير هذه المرحلة أو هذه الحقبة بأدوات تلائم هذه الحقبة. لا 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 ليس من المستطاع أو من الممكن في ظل الظروف الدولية الحالية وفي ظل ظروف أحادية القطبية أن تلجأ مصر إلى وسائل مثلا يعني قد تهدد أمن المنطقة أو تهدد أمن مصر أو تهدد يعني أمن وسلام أطراف أخيرة جدا. فبالتالي مسألة سحب أو قطع العلاقات الدبلوماسية يعني تحكمها أشياء يعني تقدرها القيادة السياسية تقدرها القيادة السياسية أكثر مما يعني يقدرها رجال القانون بشكل مباشر. هل قطع العلاقات هيؤدي إلى عودة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني؟ لا طبعا. يعني نحن سمعنا تصريحات تنقصها الاحترام من رئيس وزراء الاسرائيلي شارون، انا اقول انني لن ادفع مليم او سنت لعوده اي سفير، يعني يصب كلامه يصب في هذا الاتجاه، انني يعني لن اتنازل اتجاه الوقاف حتى بمجرد ان مصر تعيد السفير المصري الى اسرائيل او الى تل ابيب. هذا لن يثني اسرائيل عن ما هي ماضيه في هذا الاتجاه. فبالتالي يعني مساله عوده العلاقات او قطع العلاقات لن يؤدي الى حل جذري. نحن بصدد مشكله مزمنه، قضيه الصراع العربي الاسرائيلي ليست قضيه وليد الساعه ولن تحل بايجاد علاقات وديه او زياده توطير العلاقات. يعني هناك اليات اخرى وهناك اشياء اخرى يعني قد تكون مفيده لإدارة هذا الصراع يعني أكثر من مسألة الإدارة. طيب السادة المشاهدين اشتركوا معنا برضو في لقاء تاني، الأستاذ إبراهيم إسماعيل من القاهرة، تفضل. ألو. أيوة. ألو. أيوة اتفضل، أنا سامعك يا أستاذ إبراهيم. نحب بس نتعرف بيك الأول. أستاذ حضرتك بس إبراهيم محمد إسماعيل من القاهرة. أيوة. تفضل. بعد اذن حضرتك بس اوجه سؤال بس للدكتور جمال. ايوه. هو حضرتك احنا بنتكلم على القمه العربيه، فين القمه العربيه وفين الدول العربيه من اللي بيحصل حضرتك دلوقتي؟ كل اللي بيطلع تصريحات وتصريحات غير مفيده يعني،
وبعدين حضرتك برضو الدكتور جمال اتكلم عن الخط الاحمر بالنسبه لاسرائيل، يعني مفيش خط احمر بالنسبه لفلسطين، يعني المفروض الدول العربيه تتكلم في الموضوع دوت. وبعدين النهارده الجرايد كلها حضرتك بتتكلم عن المساس بالرئيس عرفات، يعني الرئيس عرفات من ضمن الناس المطلوبين يعني. شكرا استاذ ابراهيم. سياده السفير، هو واضح انه مساله القمه العربيه اللي هتنعقد يوم السبت او الحد القادم يمكن بتحوز على الاهتمام، والناس بتعلق عليها امال كبيره. دون ان نجلد انفسنا او دون ان نجلد الدول العربيه او نزايد ما بين دول بتحمل شعارات ودول قطها في النار زي ما بيقول، هل تستطيع الدول العربيه فعلا انها تفعل شيء ملموس للقضيه الفلسطينيه؟ طبعا تستطيع ان تفعل طبقا للامكانيات المتاحه. اولا لابد من وحده الكلمه حتى تبرز ال 22 دوله عربيه كقوه متكامله، انما بلاش الفرقه وبلاش الاراء المختلفه. فالقمه العربيه القادمه اولويات القمه اختلفت بعد مقتل الشيخ ياسين، واصبح هذا الموضوع في من ضمن اولويات القمه اللي هتبحثها وتجد طبعا الشعوب العربيه والجماهير بتغلي على اقل. لابد ان ترتقي، لابد ان زي ما احنا سيادتك بدات بالحلقه، ولابد ان لا تكون هناك ردود انفعاليه تؤثر بالسلب على حقوقنا وعلى مسيرتنا. فلا بد ان يكون هناك تفكير عميق لردود الفعل حتى يمكن ان نحقق الهدف بتاعنا، والا تؤثر هذه الردود الفعل علينا سلبيه، واخد بال حضرتك. فلذلك ان القمه العربيه حطت في قمه اولوياتها اللي هو هذا الموضوع لبحث. ولا ننسى أن كان هناك رأي موحد حول الطرح اللي قدمته، اللي هي مبادرة السلام العربية اللي كانت موجودة، وكانت قوتها أن 22 دولة عربية، وصحيح الدول العربية جميعا مد إيديهم للسلام، ولكن شارون لم يستجب لنداءات السلام المطروح. لابد انه اصلاح اليات العمل العربي المشترك ناخدها بجديه اكتر هذه المره، لان احنا اذا لم نتوحد، واخد بال حضرتك، ولم ناخذ موقف موحد سواء سياسي او موقف اقتصادي، لان برضو الدول العربيه لو حصل تكامل اقتصادي هيبقى لها ثقل، واخد بالك. يعني اللي انا اقصده ان ما حدث ونتيجته ان جه على قمه اولويات القمه القادمه هذا الموضوع، انا اعتقد ان الجهود التي تبذل من اجل اصلاح اليات العمل العربي المشترك ستؤخذ بجديه اكثر في هذا المؤتمر عن اي مؤتمر. دكتور جمال، هل تتوقع ان تكون قمه تونس القادمه فرصه يستثمرها العرب لموقف مشترك في الظروف الصعبة الراهنة دلوقتي، ولا هتبقى القمة العربية أحد الفرص الضائعة زي الفرص الضائعة الكثيرة اللي مرينا بيها؟ يعني في البداية يجب برضو التأكيد على أننا متخصصون أو إخصائيون في تضييع الفرص، فبالتالي يعني طبعا يعني فرص كثيرة جدا أو مواقف كثيرة جدا، لو كان العرب سواء كانوا خارج سياق الحدث وخارج سياق الفعل، فبالتالي يعني لا يجب بالفعل ان احنا نعول كثيرا على 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 نتائج القمه. ليه؟ لان هناك دول اختارت بنفسها ان تنأى جانبا عن مجريات الصراع العربي الاسرائيلي، قالت ده وجع دماغ وانا ابعد عن الامور دي وبتاع، يعني لا نريد ان نذكر اسماء، لكن اريد ان استطيع ان اقول لك باستثناء مصر، ولا اقول هذا لاني مصري او كذا، باستثناء مصر ودوله او دولتين اخريين، يعني مسألة الصراع العربي الإسرائيلي أو القضية الفلسطينية نفسها لم تعد تشغل بالا أو في أو لم تعد تأخذ حيزا من الاهتمامات السياسية لدى القادة والنخبة في هذه المجتمعات، يعني اللهم إلا الأماني والعواطف أيضا. من أستأذنك لحظة سيادة السفير، هل بتوافق على الرؤية المتشائمة إلى درجة كبيرة؟ يعني لا ننتظر كثيرا من القمة؟ لا، هو السؤال هل تتوفر الإرادة السياسية لهذا الموضوع؟ إذا كان الإجابة نعم،
فأنا أتفق لأنه قبل الإرادة الرغبة وقبل الرغبة النية يجب أن تتوقع يعني مقدمات يعني هذه الإرادة. هل هناك رغبة وإرادة ونية لهذا؟ هو ده السؤال. طب احنا دلوقتي بنبحث يمكن عن خيط نور وسط الظلمة دي، هل يمكن دول كمصر والسعودية وسوريا تكون قاطرة تسحب العمل العربي يعني المشترك؟ ده طبعا يعني انت اصبت يعني الهدف من هذه القمة ومن هذه الاجتماعات، يعني بالتالي يعني لا نستطيع او لا يمكن باي حال من الاحوال ان يحدث هناك اجماع عربي على شيء. هناك دول تقدر تملك ولا تقدر، وهناك دول لا تملك ولا تقدر، فبالتالي يعني احنا يعني ليس من الضروري جدا ان يحدث اجماع على 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 قضيه معينه وننتظر اجماع من دول لا نريد ان نذكر اسماء دول. فبالتالي يعني الجامعه العربيه قامت على اساس حد ادنى للاتفاق، سبع دول هم اللي اقاموا الدول العربيه. فحينما نقول ان مصر والسعوديه وسوريا تتبنى موقف بوضوح وتتبنى، يعني بالطبع هذه يعني يكفي جدا ان يكون هناك رؤيه مشتركه، هناك تنسيق، هناك عمل مشترك، عمل عربي مشترك بين دول المحور في النظام الاقليمي العربي، وبالتالي يعني هذه المحور يعني ستجر لاحقا عاجلا او اجلا الدول الاخرى التي تتردد، تبدو متردده او تبدو متلكئه او ترى ان مصلحتها هي البعد عن مجريات هذا الصراع، البعد عن عدم التورط المباشر في مجريات الصراع العربي الصيني او في القضيه الفلسطينيه التي يعني استهلكت يعني قيادات واستهلكت يعني مشاريع ومبادرات بدون جدوى. يعني هناك لدى 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 بالفعل هناك لدى او على المستوى القمه العربيه المقبله هناك هاجسين، الهاجس الاسرائيلي وهناك الهم الفلسطيني. يعني كيف يمكن اعطاء نقطه توازن او تحقيق توازن بين التبني القضيه الفلسطينيه، تبني حقيقي، دعم حقيقي للشعب الفلسطيني، دعم حقيقي للمقاومه الفلسطينيه، لان المقاومه الفلسطينيه هي ورقه الضغط الوحيده التي يملكها العرب. ماذا يملك العرب الان في مواجهه المشروع الصهيوني؟ لا يملك. هنعود للسؤال ستتفعل القمه العربيه لتتجاوب مع غضب الجماهير؟ يعني طبعا انا عارف ان سؤال هو سؤال يعني طبعا. قد لا يكون له اجابه يعني طبعا يعني اذا كنا نتحدث عن 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 تصعيد اعلامي، نتحدث عن تنفيس للجماهير، فطبعا ده هذه ليست حلول. يعني ال 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 الحد الادنى بالفعل ان يتم تدعيم المقاومه الفلسطينيه، تدعمها سياسيا، تدعمها اقتصاديا، تدعمها اعلاميا. لا نخشى طبعا من هذه الاله الاعلاميه الصهيونيه التي تسم المقاومه الفلسطينيه بالارهاب. يعني وهذا يرجعنا الى مقدمه كلامك اللي انت قلت هذه علامات الساعه. يعني وكان الناس تمشي على رؤوسها وليس على ارجلها. حينما نصف المقاومه بالارهاب يعني معنى ذلك اننا نصف الاحتلال بانه عمل مشروع. اذا كانت هناك ثنائيه يعني اسرائيل منذ عهد شارون ومنذ اداره الرئيس الامريكي بوش، في ظل اداره بوش الاب، يعني تحاول ان تخلخل هذه الثنائيه. طالما بقي هناك احتلال بقي هناك مقاومة. إسرائيل تعمل الآن على خلخلة هذه الثنائية، يعني تريد أن تبقي الاحتلال وفي نفس الوقت أن تهدم البنية التحتية للمقاومة، ليس فقط من خلال العملات الإجرامية التي يقوم بها شارون وعصابته، لكن من خلال وسائل الإعلام أو الآلة الإعلامية التي تنتشر عبر القنوات الفضائية سواء في الولايات المتحدة أو بتاع. فبالتالي يعني نحن لا نتحرج من دعم المقاومة الفلسطينية حتى على المستوى الإعلامي. يعني في البعض أنا يعني في البعض بعض كتابنا أو بعض المفكرين يعني للأسف في البعض ينساق لموضوع إنه يقول إن يقول إن هذه عمليات انتحارية، ويردد ما تردده قالت بدون وعي، سواء بوعي أو بدون وعي، ما تردده الآلة الإعلامية الإسرائيلية. فبالتالي يعني لا نتحرج من دعم المقاومة حتى على المستوى الإعلامي. فبالتالي هذا من شأنه، يعني إذا كنت أنت نفسك لا تتمسك بقضاياك فكيف تطلب من الغير أن يتمسك بقضايانا؟ فهذه أشياء يعني من البديهيات أن نتمسك بصوت المقاومة. هي عمل مشروع، المقاومة أقرتها جميع الشرائع السماوية وجميع القوانين. الولايات المتحدة نفسها التي تدعي او تطلق صفه الارهاب على المقاومه الفلسطينيه سواء في لبنان او في العراق، هي تحررت او حصلت على استقلالها من خلال المقاومه، فكيف تنكر على الشعب الفلسطيني حقه في المقاومه مشروع؟ الشعب الفلسطيني جدير بان يحصل على حريته، الشعب الفلسطيني جدير بان يساند،
الشعب الفلسطيني قضيته عادله، لم يوجد شعب ضحى او قدم مثل هذه التضحيات مثل الشعب الفلسطيني. فلا نتحرج ولا ندفن رؤوسنا في الرمال ونمشي، يعني لا نريد ان نغضب وسائل الاعلام الاخرى ونخلي الباب موارد، لا، يجب ان نكون واضحين، يجب ان نكون ان تكون المقاومه هي هدف، والمقاومه هي الوسيله الوحيده البقيه في ايدي العرب يعني.